كل دعوة الآن تتعالى وترفع صوتها لتهديم ما هو ثابت في دين ربنا. المواضع الاجتهاد التي يختلف فيها العلماء، هذا الكلام فيها لا نسميه هدما، لأن هذا يتكلم فيها العلماء، لكن المواضع التي هي موضع اتفاق بين أهل القبلة، فيجيء إنسان ليقول لك أنا هذا لا أسلم به، أنا أنا أزعم أنه ليس أحد ينتج شبهة من عنده، كلها شبه أقبرت فأحييت، ليس شبه. شوف انظر إلى أحدهم شوكة وأعظمهم بأسا، تجده يحيي رميما من الأقوال قيلت فردمها الزمن وسيردمها. ربنا سبحانه يبتلي أهل دينه، أيدافعون عن، أيقومون في هذه القضية الغالبة أم لا يقومون؟ الإسلام وعلومه قضية غالبة، قالها عبد المطلب وللبيت رب يحميه، ولما عجز عن الحبشي قال له، لجأ للبيت، اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فشيء ما بدلك، ولم يتركهم ربنا. ربنا سبحانه هذا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظ، لكن ربنا سبحانه يبتلينا. أنا قف أنا أقول يا شو يا سي، ماشي بوحدكم في هذه الدنيا، أنت تقول لا اسمع راك غلط، راك غلط، تعصيب، أش تفهمت التعصيب؟ هذه تقول لك التعصيب. من وكيف تبدأ؟ أول شيء نبدأ معاه مسلم ماشي مسلم، ما أنا ماشي أنا ماشي أنا اللي نوصفه، هو اللي غيعرف لي بنفسه. إذا كنت أنت مسلم تتآمن بالآيات والأحاديث، إذا ما كنتيش مسلم قول أنا ماشي مسلم، بعد غير باش يعرفوك الناس، ما تجينيش كالذئب إلى أطلس ما عرفتكش أنت شنو أنت، لا بين لي راسك. وإذا مسلم يسعك ما وسع الناس قبلك من الأحاديث والآيات. هذا الشيء